موعدكم بالتأكيد النهاردة مع جولة جديدة من مباريات دوري أبطال أوروبا. النهاردة في 8 مباريات، مباراتين الساعة 8 و6 مباريات الساعة 10. الساعة 8 في مباراتين، أول مباراة رين وتشيلسي الساعة 8 إلى 5، كراسنودار هيلعب مع إشبيلية الأسباني أيضا في نفس التوقيت. ولكن في 6 مباريات الساعة 10، يوفنتوس مع فرينك فروزي، ودينامو كييف مع برشلونة، بروسيا دورتموند مع كلوب بروج، لاتسيو الإيطالي مع زينيت سان بيترسبيرج الروسي، باريس سان جيرمان هيلعب مع لايبزيج، وفي الختام مانشستر يونايتد الإنجليزي مع باشاكشهير التركي. بالتأكيد مباريات مهمة، لكن في نفس الوقت طبعا مباريات الغد لسه في جولة أخرى من دوري أبطال أوروبا. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل كلام مهم جدا في فقرة ترند.